لا بس انا بصراحة يعني ما كنتش فاكر ان كده خالص. كنت فاكرني ايه بقى؟ يعني رخمة، فرفورة، شايفة نفسك معوجة كده يعني. وانا كمان كنت فاكراك حاجة تانية خالص بصراحة. ايه ده، كنت شايفاني ايه؟ لا بلاش، هتزعل. لا لا والله هتزعل. لا كنت فاكراك ان انت معدوم الشخصية، ابن امك، ما عندكش طموح قوي يعني، ودمك يلطش. ايه؟ ما بتضحكنيش. انا دمي يلطش؟ يا ولا مفيش تمييز خالص؟ انا ما شفتش غير كده. لا هم اهلنا اللي عملوا فينا كده على فكره. كنا زمان بننزل مع بعض وبنخرج وبنلعب وبنقعد ناكل على السفره واحده، وكنت بتضحكي على اي حاجه بقولها. لا لا انا مش فاكره دي. كنت بتضحكي على كل حاجه انا بقولها، وكنت بتسخسخي وتقعي من ضحك على الارض وكل الكلام. متاكد؟ 100%. ماشي. لا بس انا مبسوط بصراحه. يعني انا مبسوط انك بداتي تغيري فكرتك عني ورجعت تضحكي تاني زي زمان. لا غيرت الفكرة اوكي، بس بتضحكني دي لسه مش متأكدة منها. ما هي ستبس يا ولاء، هي ستبس كده اكتر. نرجع نسخسخ بقى، ده الليفل الوحش. ماشي. وانا كمان، ايوه وانا كمان فكرتي ابتدت تتغير عنك. بجد؟ يعني نوعا ما. كويس كويس. طب ما تسوق بسرعة بقى. ليه؟ كنا ماشيين كويس يا ولاء. يا ابني بنروح نتفدح، الله يفتحك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب أنا نازلة. ماشي. عايز حاجة؟ لا. متأكد؟ أنت عايزة حاجة؟ لا. متأكدة؟ فين أمي الأكرة دي؟ باي. باي. يا بنت المجنونة. إيه يا بنت الجنان ده؟ يخرب بيتك. إديني فونك، خدي شحنة، سيبي لي نفسك زي ما إحنا. ستي خمسة. مساء الفل يا ست الكل. مساء الزفت على دماغك يا طارق. ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ قولي، هي البنت اللي أنا شفتها دي نازلة ما عندك من العربية تبقى بنت شريفة المنزلاوي؟ ها؟ يعني لا مش قوي يعني، او يعني مش ولا لا ما تنطق. هي هو انا مش منبهه عليك، ها؟ وقايله لك الجنب الثاني من القصر ده ما تبصلوش ومالكش دعوه بيه. حصل، وانا ما كنتش عايزه اصلا تركب معايا العربيه خالص، بس هي جت كده. يعني ايه جت كده؟ ها يعني ما فيش، كنا عند بليغ وبعدين عربيتك. يا دي بليغ اللي مش هنخلص منه. هو الراجل ده ايه، هيفضل ورايا؟ مش انا قايله لك مالكش دعوه بيه خالص؟ ايه عايز تطلع فاشل زيه؟ وانت من اهله يا ست الكل. طارق، طيب ايه ما وريتك؟ هو انت كنت في عربيه طارق ابو الهنا، ولا انا متهيألي، ولا ما بقتش اشوف، ولا ده كابوس، ولا ايه؟ هيا ماما فين؟ انت عايزه ماما عشان تتحمي فيها؟ لقيت شمال عينك انا ولا ايه؟ طب اهدى بس كده يا عمرو عشان نعرف نتكلم شويه. بقول لك، انت كنت في عربيته ولا لا؟ هي حصلت؟ حصلت يا ابن بطني، تسيبني وانا بتكلم وتاخد بعضك وتطلع؟ هي دي اخرة رباتي ليك؟ سوري يا ماما، ما كنتش عارف ان حضرتك لسه ما خلصتيش كلام. على فكره بقى، انا مش هبطل كلام ولا هخلصه طول ما انت معقول. ما انا معدول اهو يا ماما، ما انا معدول اهو. لا مش معدول. لما اقول لك عيال شريفه لا، وتركب بنتها معاك في العربيه تبقى معوج. لما اقول لك ما بيننا وما بينهم محاكم وقضايا وبرضه تعرفهم تبقى معوج. ست الكل يا ست الكل، ما في حاجه اسمها انسانيه برضه حضرتك اللي معلمها لنا. صحيح. طب ثانيه واحده، سيبك من الموضوع ده خالص. ماشي، هسيبني منه ازاي يعني؟ هفهمك بس. قول دلوقتي، لو ولاء دي بنت انا ما اعرفهاش ولا بنت عمي اصلا وماشيه كده في الشارع، هسيبها وامشي؟ لو واحده غريبه تركبها معاك، لكن البنت دي بالذات لا، ما بحبهاش. هو بالعافيه بذمتك يا ماما؟ ده منطق ايه يا اخويا؟ هو انا بوريكم مدارس علشان تعملوهم عليا؟ بتستلففوا عليا ليه؟ عشان ما بعرفش اقرا واكتب؟ ده جزاتي ان انا اهتميت بيكوا ونسيت روحي. طب ورحمه ابويا وامي لو عرفت ان انت بتعرف عمك الفاشل اللي سافر ورجع
ايد ورا وايد قدام ما تبقى ابني ولا اعرفك. ايه رايك؟ صح يا سرية، صح، انت صح، هو ده المنطق. يا نهارك اسود ومنيل، هي حصلت يا ولا؟ انت بتتريق عليا؟ طب والله العظيم اسيبها لكم مخدره ما تعرفوني تاني جره. ليه بس يا ماما؟ ليه كل خناقه لازم الجمله دي؟ بابا فيها ماما كده هتصحوا امين وهو نايم. شفت؟ تعالي شوف اخوكي، اخوكي اللي هيأثر عمري ويموتني وانا لسه ما اتمتعتش بشبابي. بعد شر عليك يا ماما، ان شاء الله العدوين بس 100 دول فيها طار. اعز انا ما اعرفش اي حاجه، سالي ماما. فيها ماما. رد ماما يا ستي. ماما فاكره ان جيراننا مجننني عميل سري عندهم. مين دول؟ لا انا ما عنديش اي رد عاقل على الكلام ده يا ماما. شفتي؟ صباح الخير. شفت اخوكي بيتكلم ازاي؟ انت مش اخوكي، انت بقت عينه بيكسه، عينه بيكسه وسع كده، هيموتني ناقص عمر، هيموتني ناقص عمر. بس يا ماما اهدي بس، تعالي بس ما هنشوف كلنا دلوقتي بقى مين دول. تعالي يا حبيبتي يلا. يلا يا اهدي بس يا ماما والنبي عشان خاطري والنبي يا ماما. ايوه اهدي كده يلا يلا يا حبيبتي. طارق طارق هما مين دول؟ إليانز إليانز يا حبيبتي، ما تشغليش بالك، روحي نام، صباح الخير.